يا سعادة المدير، شوف لي بعد شو عنا على جدول أعمال لازم نعمله. في عنا موضوع سلسلة الرتب والرواتب معالي الوزير. هيدا خليه لبعد ما تخلص حرب سوريا. شو خص الحرب بسوريا بهذا الموضوع؟ كيف شو خص الحرب بسوريا؟ بدنا نعرف مين بده يربح بالأول. غيره. في عنا مناقشة موضوع قطع الكهرباء. هيدا خليه لبعد ما تخلص حرب سوريا. شو خص الحرب بسوريا بقطع الكهرباء بلبنان؟ لك كيف شو خص الحرب بسوريا؟ مش عارف انه كل شيء بالعالم مجمد ومحطوط بالفريزر وناظرين لتخلص حرب بسوريا؟ غيره، شو عنا مواضيع؟ بدنا نحل موضوع النفايات يلي متلية الدنيا، متلية الطرقات، عم تسبح وتمرح بالشوارع. اجل 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 لبعد ما تخلص حرب سوريا نحكي بالموضوع. بدنا نصلح باب المدخل. هيدا بالتحديد خليه لبعد ما تخلص حرب سوريا. تعال اشتغل. حياتي، ما بدك نطلع ننام بالاوضه؟ مش نعسان. ايه بعرف حياتي، اصلا ما بدي اياك نعسان، بدي اياك مصحصح. شو قصدك؟ ما قصدي شيء، بس انه هيدا الشيء اللي لبسته المهضوم هيك ما عين لك شيء، ما لفت لك نظرك، ما حرك فيك شيء هيك احساس لذيذ تجاهي. يا حياتي مبلا، بس ما في يقوم معك على اوضه النوم. ليه حياتي؟ ما فهمت، يعني مثلا انا مني مرتك بالغلط؟ انت مرتي بالصح، بس كله مأجل لتخلص الحرب بسوريا. والله؟ طيب انت فوتي نامي وانا بدي ضل احضر اخبار. الو، ايه وينك؟ ترك لي الشغل هلا وطلع لعندي على اوضة النوم. شو فهمنا هلا؟ يا مرا، يا ترى مين رح يطلع ربحان قولك، الرئيس بشار ولا المعارضة؟ لا هيدا ولا هيدا. لكن مين اللي رح يطلع؟ رونك حياتي، رونك طلعوا.